فضيلة الشيخ، يقول السائل: التبس علي عند قولكم، عند قول زيد رضي الله عنه قدر 50 آية، أن يكون الفاصل قليلا بين نهاية السحور وإقامة الفجر، فما المراد بإقامة الفجر؟ إقامة الصلاة، يخرج الرسول صلى الله عليه وسلم من بيته ثم تقام الصلاة ويصلي بالصحابة، وبينهما مقدار قراءة 50 آية. نعم.